بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صفات الله سبحانه وتعالى العلم، فهو عالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان سوف يكون. فهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا في الحاضر. وفي الماضي يعلم ما كان في الماضي والأزل، ويعلم ما يكون في المستقبل قبل أن يقع، ويعلم ما لم يكن لو كان. قالوا: وهذا يدل عليه قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. هذا يدل على أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا، وما هم مردودين، لكن لو ردوا لعادوا، لو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإلى ضلالهم، لعادوا. فهو عالم بكل شيء سبحانه، لا يخفى عليه شيء، لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر. وهذا من صفات كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. قدر ذلك، علمه أولا ثم قدره تقديرا محكما، محكما لا نقص فيه ولا تخلف فيه أبدا. فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، نعم، في الماضي والمستقبل والحاضر. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا مغير. نعم. ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص. نعم. فهو سبحانه وتعالى يعلم أولا ثم يحكم ويقضي ويدبر، لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى
في ملكه ولا مغير لما أراده. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا بناء على ما تقدم، هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. نعم، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق ذلك ب50,000 سنة، وكان عرشه سبحانه على الماء، الماء الذي البحر المسجور الذي فوق السماوات. المراد بالماء البحر المسجور الذي فوق السماوات، وفوقه عرش الله سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. نعم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، نعم، قضى بأن يوجد كل شيء في وقته المستقبل كما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف قول المعتزلة الذين ينفون علم الله جل وعلا في الماضي ويقولون الأمر أنف، يعني لم يعلمه الله فيما سبق ولم يقدره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. نعم، وقعت كما علم سبحانه وتعالى وقدر، لا تتغير ولا تتبدل، ولا أحد يتصرف فيها بنقص أو زيادة عما أراده الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد المسكين، أنت عبد مخلوق وأعمالك مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تنازع في ذلك وتنفي علم الله وتنفي قدرة الله على كل شيء؟ هذا من الشقاء. عليك أن تسلم للأدلة والشواهد والكائنات التي بين يديك، السماوات والأرض وما فيها من بحار وما فيها من أنهار وما فيها من قفار وأراضي شاسعة ممتدة، كل ذلك هو من الذي خلقه وأوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا أحد يخلق معه ولا أحد يدبر معه. نعم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها، يعني وجودها وإتقانها وجريانها على نظام بديع يدل على علم الله وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فعلمه سابق لخلقه وهو اللطيف الذي
لا يحول دونه شيء من مخلوقاته عما أراد سبحانه وتعالى. يفصل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في استفتاحه قيام الليل. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا تنقص لله ولعلمه سبحانه وتعالى، وقول بالظن الفاسد، حكم على الله جل وعلا، فهذا من ضلالهم وقصورهم عن فهم علم الله جل وعلا وإحاطته بما كان وما سيكون. نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون إن الأمر أنف، يعني لم يسبق أن قدر، وإنما هو أنف، أي شيء لم يسبق علمه، لم يسبق أن الله علمه وأن الله قدره، وهذا من ضلالهم وتخرصهم. نعم. والمعتزلة سموا بذلك لأنهم كانوا من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رضي الله عنه ورحمه، فلما سئل الحسن البصري سؤالا وأجاب عنه استنكروا أن الله علم ما في الماضي، وهم يقولون إن الأمر أنف، إنما يعلمه إذا وقع ولا يعلمه قبل أن يقع، تعالى الله عما يقولون. فلما سئل الحسن البصري عن ذلك وفصل فيه قاموا واعتزلوا مجلسه، وكانوا من تلاميذه، اعتزلوا مجلسه وانحازوا عنه فسموا بالمعتزلة. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. خاصموا القدرية، قول الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم. ناظر القدرية الذين ينفون القدر، ناظروهم بالعلم، هل الله عالم بكل شيء، بما مضى وما يأتي وما هو حاضر؟ فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بعلم الله وأثبتوه خصموا، غلبوا، وإن أنكروه كفروا، لأنهم أنكروا علم الله وأنكروا صفة من صفات الله عز وجل. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله لا يفعل مع، يعني مع قدرته ترك العمل وهو يقدر عليه. نعم. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة،
قد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. الله لا يعذب العبد على شيء لا يستطيعه، إنما المؤاخذة والتعذيب مبني على القدرة العبد، إذا تركه وهو يقدر وقد أمر الله به فإن الله يعذبه. نعم. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. بما يظهر لنا، لا نعلم علم الله إلا بما يظهر لنا من تدبيراته سبحانه وتعالى وخلقه وتشريعاته، ندرك بذلك أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. نعم. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. نعم. والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. نعم. وإذا قيل فمع عدم علم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك. هذا ما يمكن، أن يعلم الله أنه لا يقع ثم يقع، هذا لا يمكن أبدا. نعم. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهذا فرض محال. نعم. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. نعم. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. من عقد الإيمان يعني من عقيدة الإيمان. نعم. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. هذا لما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس بين يديه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتعلم من المعلم، فجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه على فخذيه وقال: يا رسول الله. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة والرسول يجيب عليها، إلى أن سأله: متى قيام الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت في ذلك سواء، لا نعلم متى قيام الساعة لأن الله أخفاه واستأثر بعلمه سبحانه وتعالى، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم خرج جبريل مع الباب الذي دخل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوه. فخرجوا يلتمسونه فلم يجدوه، سرعة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما وجدنا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه هكذا من سئل عن شيء وهو لا يعلمه فإنه يقول: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال: الله أعلم. نعم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم. والملك إذا جاء لا يأتي بصورته الملكية، لأن الناس لا يطيقون النظر إليه، وإنما يأتي بصورة البشر كأنه واحد منهم حتى لا يفزعوا من رؤيته. نعم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ فعل نفسه. نعم. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كما تقوله المعتزلة، والله يقول: الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة، المجوس أثبتوا خالقين: النور والظلمة. قالوا: النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر،
هذا عندهم المجوس، هذا دين المجوس، إثبات خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر، تعالى الله عما يقولون. وهذا خلاف قوله تعالى الله خالق كل شيء، قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، لأنهم مجوس. نعم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. صلى الله العافية. نعم. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. نعم، لا تجالسوهم لئلا يؤثروا عليكم، لئلا يؤثروا عليكم، فالجليس يتأثر بجليسه، فأهل الضلال لا يجلس معهم، إنما يبتعد عن مجالسهم. نعم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية، المرجئة معلوم الذين يقولون بالإرجاء، عقيدة الإرجاء. نعم. ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. نعم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما الموقوف ما قاله الصحابي، والمرفوع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما يصح الموقوف منها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. بلا شك. نعم. أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم. نعم. وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق، وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. نعم. ولذلك سموا بالمجوس، لأنهم يزعمون أن المخلوق يخلق فعل نفسه ولم يخلقه الله جل وعلا كما يقولون. نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة
في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. نعم. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. نعم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث: القدر سر الله في خلقه، فلا تدخل فيه وتسأل عن تقعر في القدر، لا تكثر الأسئلة بالقدر، آمن بالقدر ولا تدخل في الأسئلة في القدر، لأن هذا سر الله في خلقه. سر، أنت تريد أن تكشف السر؟ ما ينكشف السر أبدا. نعم. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟ يعلم عباده أنه سيكون كذا وسيحصل كذا وكذا في المستقبل ويقع كما أخبر سبحانه وتعالى. نعم. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته، ليس لازما لذاته. نعم. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور، وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر. قال الإمام الطحاوي: فويل لمن ويل ها نعم اي نعم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. نعم. قال الشارح رحمه الله: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميتا يعني ميت قلب، ميت قلبه، فأحياه الله بالإيمان والعلم، كمن مثله أي صفته في الظلمات ليس بخارج منها. هل من هداه الله وعلمه ووفقه مثل من أضله الله وحجب العلم عنه بسبب ذنوبه ومعاصيه؟ فالذنوب تميت القلب وتسود الوجه
وتعمي بصيرة القلب فيصبح لا يفقه شيئا مما يحدث له ولغيره. نعم. القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. نعم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. نعم، فالقلب يموت، يمرض ويموت. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة. المرض، مرض القلب على نوعين: مرض بالشبهة هذا أشد، ومرض بالشهوة يشتهي المحرمات ويشتهي المنهيات، يشتهي الزنا، يشتهي الخمر، يشتهيها الكافر، والذي سود الله قلبه يشتهي هذه الأمور ولذلك يفعلها لأنه يشتهيها. أما المؤمن فإنه لا يشتهيها أبدا لأن الله حرمها، فلا يشتهي ما حرمه الله أبدا، إنما يشتهي هذا من عمي قلبه ومات قلبه. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. نعم، مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. نعم. وأردأهما الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني نصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وهذه الشهوات، هذه فتنة الشهوات. وخضتم، هذا البلاء، وخضتم كالذي خاضوا، هذا مرض الشبهات. خضتم كالذي خاضوا، هذا مرض الشبهات والعياذ بالله، الخوض في آيات الله وفي أحكام الله. نعم. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل نعم، قد يمرض قلبه وهو يعتني بجسمه، يعتني بجسمه ولا يعتني بقلبه وما يعالجه وما يزيل عنه العوارض، ما يهتم بقلبه. وهذا من النقص ومن الخسارة. الواجب أن يعتني أولا بقلبه قبل أن يعتني بجسمه. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه اشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. يموت قلبه وجسمه قوي وجيد لكن قلبه ميت والعياذ بالله، ايش الفائدة؟ نعم. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه
وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن ميه يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هذا بيت من الشعر حكمة. نعم. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. نعم. وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس، وليس له أنفع منه. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه. ينفسخ عن الصبر، يوطن نفسه بالصبر لكن ما يثبت على الصبر. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. وهذا حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم، فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنت مع أحسن الرفقاء، إذا هداك الله فإنك مع أحسن الرفقاء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. نعم، خلنا نقف على هذا. كتاب أبي شامة هذا مفيد جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ هذه في الصحائف التي يرفعها الملائكة إلى الله عز وجل من أعمال العباد، يرفعونها إلى الله اليوم والليلة، فيمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تتغير آجال العباد كما ثبت في الصحيحين أنه ينسأ له في أثره؟ يبارك له فيه، ما هو يعني يزاد شيئا من الطول، لا، ولكن يبارك له في عمره فيصبح كمن عمر طويلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه والله يحكم لا معقب لحكمه؟ ما تفسير لا معقب؟ لا معقب لحكمه، لا يعترض عليه أحد. لا معقب يعني لا يعترض على حكم الله أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المعتزلة الذين ينفون علم الله عز وجل، هل هم بنفيهم هذا للعلم يعدون من الكفار؟ يعدون من أهل الضلال لا من الكفار، لأنهم يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، يعدون من أهل الضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: هل القدر يدفع بالدعاء؟ وما معنى الحديث الذي ورد: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة؟ نعم، الله جل وعلا أمر بالدعاء مع أنه قدر الأشياء، أمر بالدعاء، فهناك قدر من الله جل وعلا ليس له معارض، وهناك قدر له معارض وهو الدعاء، له معارض، فالله جل وعلا يدفع القدر بالدعاء. لهذا لما بلغ عمر رضي الله عنه وهو ذاهب إلى الشام، بلغه وقوع الطاعون، طاعون عمواس، فعدل عن الطريق ولم يذهب إلى الشام. قالوا: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ لا يجوز هذا، هذه حجة الكفار الذين يحتجون على الله بأنه قدر عليهم هذا الشيء، ليس لهم حجة بالقدر، لأن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم علما وفهما، لكن لم يستعملوا ما أعطاهم الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عدم الصبر على المرض والجزع من ذلك هل ينافي الإيمان بالقدر؟ كمال الإيمان ينافي كمال الإيمان، ما ينافي الإيمان بالكلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ترك الأسباب ينافي الإيمان بالقدر أم يعد توكلا؟ ليس من التوكل ترك الأسباب، يجمع بينهما، يتوكل على الله ويجمع ويعمل الأسباب، يتوكل على الله ويعمل الأسباب النافعة، ما يعتمد على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، يجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد الانتهاء من دفن الميت هل يشرع الوقوف عند قبره والدعاء له؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم، قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل، فيوقف على قبر الميت بعد دفنه ويقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ثبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في المقبرة يقومون بزرع شجر الزيتون على القبور لأنه دائم الخضرة، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع غصنا على قبر، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله العلم، فهو يعلم إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، الشيء الأخضر الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لتخفيف العذاب عن المقبور، والرسول يعلم هذا لأن الله علم، أما نحن فلا نعلم، فلا نضع على القبور شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رأيت مقطعا في الجوال أن أناسا يعقدون قرانهم الملكة في مسجد قباء طلبا للبركة، فهل هذا العمل مشروع؟ هذا مبتدع، ولا تعقد الأنكحة في مسجد قباء، إنما يصلى في مسجد قباء، يزار ويصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي طفلان وأريد أن أعمل عقيقة عنهما، فهل يغني أن أذبح؟ لدي طفلان
وأريد أن أعمل عقيقة أن أذبح عقيقة عنهما، فهل يغني أن أذبح عجلا أو ناقة عنهما جميعا، أم يجب أن أذبح رأسين عن كل طفل؟ نعم، لا بد من ذبح رأسين، ولا تشرك بينهما في شيء واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قام المنفرد إلى الركعة الثانية وقد نسي السجود الثاني من الركعة الأولى واستتم قائما وبدأ بالفاتحة، هل يعود ويأتي بالسجود؟ لا، إذا شرع في القراءة بطلت الركعة الأولى وبنى على هذه الركعة وابتداء صلاته. نعم، ولا يعود بعد ما يشرع في القراءة، لأنه شرع في ركن فلا يتراجع عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بطلت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يستحي عن سؤال العلماء فيما أشكل عليه من العلم، ما حكم هذا الحياء؟ هل هو من الحياء المشروع؟ لا، هذا خجل، هذا خجل من الشيطان، خجل من الشيطان. بل يسأل أهل العلم، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا يمنعه الحياء من أن يسأل؟ إذا كان أنه يستحي يوكل من يسأل، يوكل من يسأل له أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استأجرت محلا فوجدت فيه أثاثا، فسألت مالك المحل عن هذا الأثاث فأخبرني أنها لمستأجر قديم لم يدفع إيجارا فصادرتها عليه. سؤاله: هل يجوز لي أن أستعمل أنا هذا الأثاث؟ لا، لا يجوز لك أن تأخذ هذا الأثاث، بل عليك أن تخبر صاحب المحل يخلي المكان من هذا الأثاث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طالب العلم هل له أن يبيع بعض الكتب التي أعطيت إليه كهدية أو هبة، علما لأن بعضها قد كتب عليه وقف لله تعالى؟ المكتوب عليه وقف لا، ما يباع. أما الذي ما كتب عليه وقف فإنه لك، أعطوك إياه لك. نعم. ثم يقول: رعاك الله، وإذا كان مكتوبا عليها وقف لله تعالى، هل يجوز أن يبدلها بكتب أخرى أحوج منه إليها؟ لا بأس بذلك، تعطي واحد الكتاب هذا وهذه الكتب ويعطيك كتب أخرى أنت أحوج إليها، مبادلة، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عاقا لوالديه ثم توفي والده وتاب من ذلك، فكيف يكفر عن هذا؟ الدعاء لهما والعمل الأعمال الصالحة وإهداء ثوابها إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر النازل في بلد لمدة أقل من 4 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر أم أن له قصر؟ ايش السؤال؟ المسافر النازل في بلد لمدة أقل من 4 أيام، هل يجوز له أن يجمع ويقصر أم له القصر فقط؟ له القصر فقط، أما الجمع لا، الجمع إنما هو للسير، لأجل مواصلة السير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا أحد الدعاة يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمثل عقيدة أهل السنة لأنه وقع في بعض الأخطاء. يعني أنت اللي تمثل أهل السنة، مش هالكلام هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من دخل المسجد قبيل أذان المغرب ب10 دقائق هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر؟
والله كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقف إذا دخل أو دخل أحد يأمر بالوقوف حتى يؤذن المؤذن. نعم، هذا الذي رأيته من الشيخ رحمه الله، وهو الذي أمرني به أيضا. نعم، أنه يقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل يصلي ثم أتى شخص وسلم عليه أثناء الصلاة، فكيف إذا كان شخص يصلي وأتى رجل فسلم عليه أثناء الصلاة، فهل يرد السلام وكيف ذلك؟ إذا كان رجل يصلي وأتى رجل فسلم عليه، يرد عليه بالإشارة، يرد عليه بالإشارة برفع يده كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الكتاب الذي تنصحون بحفظه في متن العقيدة؟ العقيدة الواسطية، عقيدة شاملة لأبواب الاعتقاد ومختصرة وجيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه سميت بالواسطية لأنه كتبها لسائل من أهل واسط في العراق، وقد كتبها في قعدة بين الظهر والعصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن يشترك مجموعة من الإخوة والأخوات في ثمن أضحية ويجعلونها عن والدتهم التي توفيت؟ نعم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ ما المقصود بمثله؟ مثل القرآن، يعني مثل القرآن مما أعطاه الله من السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تتعاطى الحبوب المؤخرة للحيض عند إرادتها العمرة؟ لا بأس بذلك، لكن لازم من أخذ رأي الطبيب لئلا تأخذ شيئا يضرها في صحتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل دخول المسجد بالنسبة للحائض هو حرام؟ لا، تدخله لأخذ شيء وتمشي لا بأس به، لا بأس به، إنما الممنوع جلوسها في المسجد، لكن تدخل وتأخذ شيء من المسجد تخرج لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي حائض: ناوليني الخمرة من المسجد، فأخبرته أنها حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني اليد ما فيها حيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينقلب المباح إلى طاعة عن طريق النية؟ ومثل لذلك وفقكم الله بلعب كرة القدم مثلا أو التمارين الرياضية، يقصد بذلك التقوي على طاعة الله؟ ما وجد ما يقوي على طاعة الله إلا اللعب الكرة، يجد أعمالا تقوي على طاعة الله وهي من طاعة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يقوله بعض الناس: لا قدر الله؟ يعني يسأل الله أن لا يقدر عليه شرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه على الآخرين لأجل أنه ملازم له؟ نعم، له ذلك، أن يفضله بعطية، بعطية عن تعبه. نعم.
فهذا في مقابل عمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول ما المقصود بذلك وفقكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني. ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إليك عني، يعني دعني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب عنها، قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه واعتذرت منه وقالت: يا رسول الله الآن أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. يقول: هذا السجود هل هو داخل في الصلاة أو له أن يسجد سجودا مفردا؟ في الصلاة، سجودا في الصلاة. معنى سجود مفرد إلا سجود التلاوة أو السجود عند الشكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: عند ذهابنا إلى مناسبات الأفراح، هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها داخل القاعة في مكان مختصر، أم أنه لا يجوز إلا في بيتها فقط؟ والله في بيتها أحوط لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة وفقكم الله لمن هو مزواج يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا ولا يعطي المرأة حقها من المهر؟ هذا يتذوق، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول: وضع الطلاء على الأظافر هل هو مانع من صحة الوضوء؟ اي نعم، الذي يتجمد على الأظافر يمنع من صحة الوضوء، فلا بد من إزالته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الآيات لوحات في البيوت لأجل التذكير؟ لا يعلق القرآن، لأنه ربما تسقط هذه اللوحة، وربما يحصل في المجلس لغط ويحصل ما لا يليق، وهذا القرآن معلق بينهم، يكون فيه امتهان للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قرأت القرآن في وقت النهي ومرت بي آية سجود، فهل لي أن أسجد سجود التلاوة في وقت النهي؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا له سبب، هذا له سبب من ذوات الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه على الأرض أو عند الانتهاء من القراءة؟ سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا يروى عن علي، أظنه قال علي بن أبي طالب، أنه يرفعه ويقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل: في ذمتي أو بذمتي، هل يعد من الحلف؟ نعم. قول القائل: في ذمتي أو بذمتي، هل يعد من الحلف بغير الله؟ في ليست من ألفاظ الحلف، ألفاظ الحلف بالله أو والله أو تالله، ثلاثة ألفاظ: تالله، بالله، والله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
ما سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح؟ لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة حفظكم الله للطالب المبتدئ، هل له أن يبدأ بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله؟ لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يعتني بضبط القرآن وحفظ القرآن قبل أن يشتغل في تفسيره أو يطالع تفسيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول القدر سر الله تعالى في خلقه، هل هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من كلام العلماء؟ من كلام العلماء. نعم، فيما أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يستخدم الأيمان في بيعه وشرائه كثيرا، فهل هذا منهي عنه؟ رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي الإنسان إذا ارتكب الكبائر أو الصغائر، هل يكفيه أن يستغفر الله سبحانه ويندم على ذلك؟ هل هذا كاف؟ لا بد من الإقلاع عن الذنب. شروط التوبة ثلاثة كما تعرفون: الإقلاع عن الذنب، والعزم لا يعود، والندم على ما فات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التمائم التي هي مكتوبة بذكر الله عز وجل، هل يجوز تعليقها على الأطفال الصغار؟ للحاجة لا بأس، للحاجة لا بأس بذلك. نعم. ولكن تعليق التمائم فيه كراهية وفيه نظر، علماء الدعوة ما يحبذون هذا، أن تعلق التمائم ولو كانت من القرآن، خشية أن يعلق ما ليس من القرآن، وصيانة للقرآن أيضا عن الامتهان، لأن هذا الطفل ما يعرف تحرز للقرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح هذه المقولة: ليس لكافر ولا لفاسق غيبة؟ غيبة؟ نعم، ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدرس علم النحو على رجل معتزلي؟ ما لقيت إلا معتزلي، أي النحاة ولله الحمد كثيرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أهل العلم يقول بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف، هل هناك فرق بينهما؟ إيه نعم، الله ما أثبت لنفسه أنه عارف، أثبت لنفسه أنه عالم، عالم الغيب، ألا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب والشهادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة التي توفي عنها زوجها، هل لها أن تقتصر على لباس الأسود طيلة مدة الحداد؟ ليس لعدة الوفاة لباس معين، لكنها تجتنب الزينة، تجتنب لباس الزينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلادنا يبنون القباب على القبور، فهل لي أن أدفن أقاربي في هذه المقبرة؟ لا، انقله إلى بلاد أهل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يصلى على الغائب؟ وهل كل غائب يصلى عليه؟
صلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام، مثل ولي الأمر المسلم، مثل العالم الذي له شأن في الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي لأن له شأنا في الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عاشرت امرأة مسلمة بالحرام ونتج عن ذلك علاقة عن تلك العلاقة ولد، وبعد مدة تبنى إلى الله من هذه الغفلة. سؤاله: هل يجوز لي أن أتزوج بهذه المرأة، وهذا الولد الذي بيننا هل يعد ولدا لي؟ لا، الولد ما هو ولد لك، ينسب إلى أمه فقط، ينسب إلى أمه فقط، ليس ولدا لك. الولد للفراش، هذه ليست فراشا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نفرق بين أن هذا الأمر هو كرامة وبين أنه خارق شيطاني؟ حسب من جرى على يده. إن كان جرى على يد عابد تقي مؤمن فهو كرامة، وإن جرى على يد فاسق أو عاصي فهو ما هو كرامة، وإنما هو استدراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: كان والدي يتعامل بالسحر ثم توفاه الله عز وجل، هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه وقد توفي على ذلك؟ إن كان مستحلا للسحر فلا تحج عنه، وأما إن كان ما هو مستحل له فاستغفر له وحج عنه لأنه على الإسلام لكنه عاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى الكاهن لأجل الضرورة ومعرفة شيء مغيب؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا ولا في ضرورة. من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز الذهاب إلى الكهان؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد أصيب في حادث فانكسر ظهره وأثر ذلك على أعصاب جسمه وأصابه من ذلك عارض سلس البول، السؤال: ما حكم إمامته للناس وحاله هذه؟ لا يجوز أن يكون إماما للناس والبول ينزل عليه بغير اختياري، هذا حدثه دائم، فيصلي لنفسه ولا يأم الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشترى مني رجل شيئا وأعطاني مالا زائدا عما طلبته، ولا أدري هل هذا الإعطاء عن نسيان منه أم عن معرفة، هل يلزم أن أرجع له المال؟ اسأله ما سبب هذه الزيادة. نعم. انتهى وفقكم الله تعالى أعلم.